استاذ محمد سعيد. استاذ محمد سعيد. نعم. حي جماعة. يا أخي أنا الناس دي شرف للنوبة واحنا بنحييهم ونقدرهم ونقلهم، ولكن احنا عايزين مفهوم جديد نشوف كباتن المشهورة اللي هي بالنسبة لنا قامات كبيرة هتقدم ايه للنوبة، وبالذات كلام الاستاذ ثابت نادي النوبة الرياضي اللي شايفين فيه طفرة جديدة وشغل على أرض الواقع، فعلا شغل مميز ويستحق فعلا مننا التحية والتقدير على الجهد اللي بيبذلوه دلوقتي، وعايزين نشوف من أبنائنا اللي يقدر الإمكانيات اللي هيقدروا يقدموها للنادي النوبي الرياضي ويصعدوا بأبناء النوبة كفريق نوبي نشوفه داخل الدوري الممتاز إن شاء الله. تحية وتقدير لكل الرياضيين النوبيين، تحية وتقدير للأستاذ مصعب يركي رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية النوبية اللي دايماً ليه وقفاته جميلة ومواقفه اللي تساند جميع أبناء النوبة في جميع المجالات سواء ثقافية اجتماعية رياضية، فاتح بابه للجميع لأن هو يقدر يساعد ويقدم جهد من قلب، وراجل مميز يستحق فعلا يخدم اهله من قلبه، يستحق فعلا مننا التقدير والاحترام. تحيه للاستاذه ايام اللي بتقوم بدور ثقافي اجتماعي فني جميل جدا، يمكن انا معاها من اول ندوه عملتها بنشاركها من قلب مفتوح. هي فعلا بتقوم بعمل بيجمع بين رياضه المجتمع، وبنشكر ليها الجهد المبذول، وتحيه وتقدير لكل ابناء النوبه الحاضرين النهارده، لكم مني كل تقدير واحترام وشكرا لكم.